مش بس كلام. شو اللي بتعطينا؟ انا وصيتك على وصفه نبيها اليوم. هو قلت انا وياك بنديروا يعني يلا حنديروا شيء. ايه نديروا شن تحبي صدفاك؟ شن تحبي فيها انت بالتحديد؟ انا نحب فيها الاناناس والتفاح والموز وكان في كرز وشن ثاني بس هو روح روح سلطه الفواكه حاجتين الموز والمانجا. المانجا ما بنحبهاش. انت بتحبيها؟ والله ما بنحبش المانجا. ندير فاناناس. اليوم حناخذوا حبه مانجا وحبة تفاح أحمر وحبة تفاح أصفر وحناخدوا خوختين حناخدوا كمثرى حناخدوا حبتين موز حناخدوا أيضا فاكهة الموسم اللي هي ممكن ناخدوا في شوية دلاع والدلاع ما نقطعوش يعني مربعات كبيرة نخلوه هكي بمكينة اللي تدير فيه دوائر تقدر تاخدي حتى شوية قلعاوي تقطعي مربعات صغيرة وعنب تحولي منه القلوب اللي فيه داخل ويعني تاخدي كل هذه الفواكه تقطعيها مع بعضها وبعدين تاخدي شوية منها على جهة تحوليها على جهة وتحطيها في الخلاط وتحطي معها عصير تفرميها تولي زي العصير تولي خاطرة شوية تصبيها وفي اللي يدير فيها في الجلي تعرفي الجلي أكيد أيوة تاخدي الجلي هذا وتحليه بمية وتصبيه معها أو في اللي يدير فيها بالفوستر العصير الفوستر الدقيق هذا يحطه في المية ويصبه وفي اللي يدير فيها بعصير اللي هو البكوات يزيد عليه شوية في اللي يقولك نبيها حلوة في اللي يدير فيها بالزهر في الزهر ايه لازم وفي اللي في موسم الرمان يدير فيها أحلى من الرمان في سلطة فواكه واو بدأت حتى لما يكون رمان بروحه بالسكر والزهرة هذاك بروحه رمان بروحه سكر الزهرة هذا في رمضان واو هذا خليه حاجة موسمية لازم في رمضان لازم يعني تقدر تنكيها بأي نكهة تانية تزيدي عليها تقدر تلونيها تقدر تدير سلطة سلطة الفواكه تقدر تديرها بأشكال عديدة تقدر انك انت تحطي فيها آيس كريم تقدر تحطي فيها شانتيه تقدر تحطي فيها شوكولاتة باش كل شخص يقدر ينوعها وتقدر تخليها طبيعية عادي كي جميلة وتقدر انك انت تخلي الفواكه بقطع كبيرة وتقدر تخليها صغيرة يعني هذه سلطتنا لليوم سلطة جميلة جدا ان شاء الله عجبتك سلطتنا ان شاء الله مش بس كلام.